عليكم، معكم معاد. بغيت غير ندير واحد الفيديو. بعض الناس كيسولوني، حنا كنتعصبوا مع ولادنا في القرايه، كيفاش خصنا نخدموا مع ولادنا؟ بون، واحد القضيه نقولها لكم، راه بالنسبه للعصبيه لا نيرفوزيتي في القرايه، راه جزء لا يتجزا، راه ديما غتبقاو كتعصبوا، راه دائما هذيك الاعصاب غادي تبقى، لان الوليدات يعني بالطبيعه ديالهم، كاين بعض الوليدات اللي عندهم واحد يعني ذكاء شويه ناقص، وماشي كاين ذكاء ناقص، هو كاين ذكاءات، يعني راه كاين مثلا واحد الدري تقدر تلقاه ما كيفهمش مزيان في مثلا في الفرنسيه، ولكن تقدر تلقاه لي بغيون او مات. هو الوليدات ملي كنبغيو نخدموا معاهم، خصنا اول حاجه نديروا الاعصاب في الثلاجه، داكوغ، دير الاعصاب في الثلاجه، يعني حاول ما امكن انك ما تتعصبش، واخا هي غتكون العصبيه، ما قدرتيش دير الاعصاب ديالك في الثلاجه، عندك حل واحد، وانك ملي تكون كتخدم مع ولدك ولا مع بنتك وتعصبتي، من الاحسن في هذيك اللحظه اللي غتعصب بدل الساعه، كما كنقولوا بدل الساعه يعني نوض من حداه، ما تبقاش جالس حداه، ما تنوضوش هو، وخليه جالس بلاصتو، ولكن انت نوض من حداه. علاش؟ لان في هذيك اللحظه اللي غتعايروا ولا غتسبوا غتقهروا، هنا راه كيتسمى القهر، العنف، غيكره هو هاد القرايه، يقول لك انا بما ان هاد القرايه هادي، يعني بالتفكير ديالو هو، بما ان انا هاد القرايه كتجبد لي غير حرك الراس وصداع الراس، وبابا ولا ماما كيبقى يعيط لي ويسبني، علاش انا غنقرا؟ انا المره الجايه ملي غيقول لي بابا ولا ماما واش عطاكم الاستاذ شي تمرين، غنقول ليه لا، بكل بساطه، اذا ها انت غتخلق فيه النوع، غتعلمو الكذب. بون، هذاك الكذب بالنسبه لي هو واحد النوع من الحمايه، لانه راه عارف راسه الا قريتي معاه غتضربو، الوغ هو كيقول انا سي با لابين باش با ولا ما يقرا معايا مادام انه غادي يضربني، اذا بلا ما نقرا معاه، اذا راك تعلموا الكذوب. الله يخليكم، راه حتى انا اب، راه حتى انا اب وعندي تلاميذ بزاف كنقري، وملي كنرجع للدار كنرجع مهدود، ولكن وكنتعصب مع الوليدات، راه تبارك الله دابا داك المستوى ديال صلاح، يعني انه كيعرف يقرا الفرنسيه مزيان وكيعرف هذه، راه ماشي جات هكاك في شهر ولا في شهرين، يعني راه كنقول لكم الخدمه ديال سنوات، راه ملي كانت عنده 3 سنين وحنا كنقراو معاه انا وامو، الوغ امو كتحفظ القران وكتقرا معاه العربيه، انا كنخدم معاه الفرنسيه، وكنتعصب، ولكن ملي كنتعصب انا ما كنخليهش، يعني ذاك العصبيه ديالي ما كنصبهاش عليه، ملي كنتعصب انا كنوض من حدا، ما كنبينش لي بانني معصب، كنوض من حدا كنمشي كنبرد الاعصاب ديالي بشي حاجه اللي كنبغي ندير، اما لا بلوبار دو تون ملي كنتعصب كنمشي كنجلس بوحدي كنتكالم. صافي كنتكالما، نقدر ندير كاس القهوة، نشرب كاس ديال القهوة ديالي هكا، كنرد المزاج ديالي كنرجع معاه، ماشي كنقول لي صافي نوض سير سالينا، نو كنرجع معاه. إذا الوليدات خصهم الصبر، ولا كنتي كتعصب راك متأكد بأن هاد العصبية راه ما غاتحيدش، راه غتبقى معاك إلى ما لا نهاية، راه يقدروا ولادك يكبروا ويتزوجوا وتعصب مع المشاكل ديالهم، وهاد العصبية بطبيعة الحال غتجيب لك أمراض، السكر، الضغط، بزاف د الحوايج، ألوغ سي با لابين. حاولوا انكم تقراوا مع ولادكم، وحاولوا حتى نتوما هذيك القرايه ما تاخذوهاش بحال اون طاش، يعني بحال شي حاجه اللي تري ديفيسيل ا سيبورتي، شي حاجه اللي صعيبه انت باش تستحملها، ملي كتقول ولدك نوض تقرا بحال هكا تعذب، بحال عندك انت شي جبل هاز في الكتاف، نو، حاول، لان ولدك ملي كتقرا معاه ولا بنتك راه كيشوفك انت كيفاش كتعامل معاه، الا شفتك كتقرا معاه وانت ضاحك وناشط راه كيقول وي قرايه زوينه، انا خصني نتعلم كنتعلم ونكون ضاحك وناشط. شافك يلاه جيب هذاك الكتاب نخدموا عليه نحيدوا عليه الزمر دغيا، الوغ شي ديزوري على هذا لو تيرم، راه نحيدوا عليه هذا الويل هذا الزمر دغيا ديال هذه القرايه هذه، انت اصلا كتحسوا يعني بطريقه غير مباشره كتبيني بان هذه القرايه ديال غير مرغوب فيها، راه شي حاجه اللي خصنا غير نحيدوها، فهمتي؟ يعني شي حاجه اللي خصنا بحال شي واحد يكون غنتوضا دغيا نحيد عليا غدور، ماشي كون كنصلي الظهر يعني نستمتع بهذيك الحلاوه ديال الصلاه ونصليت شويه عليا، لا انا دغيا نتوضا نصلي نحيد عليا الظهر، يعني خصو غير يحيد هذاك الظهر وصافي. بون، على كل حال، الوليدات معاهم الصبر، ديروا معاهم الصبر بزاف، ديروا معاهم الصبر بزاف، والصبر الصبر الصبر بزاف بزاف بزاف، لان راه ما كيكبروش بسهوله، ما كيكبروش بسهوله، راه ما كيكبروا حتى كيمحلوا الوالدين ديالهم، وحنا راه حتى حنا محلين مع ولادنا، راه ولادنا راه يعني راه كنصبروا معاهم واحد الدرجه ما كتصورش، ولكن الحمد لله انا تعودت انني ندير الاعصاب ديالي في الثلاجه، وكيف ما كتشوفوا حتى طريقه باش كنتعامل مع صلاح، يعني غير كنقري بالضحك، انا ديك القرايه كناخذها بحال ضحك لعب، الوغ حتى ولي كيشوف كتقرا معاه وضحك ولعب معاه راه كينشط، راه ما كي انا ما كنصورلكمش كلشي، يعني كنصور لكم غير لقطات، ولكن يعني في لافي كوتيديان ديالو في الحياه اليوميه ديالي معاه، راه القرايه بحال هكا غير ضحك، انا وليت يعني كثرت انني وليت كناخذ قرايه ضحك، وليت كنلقى موت على القرا معاه، وليت كنلقى موت على نضحك معاه، الوقت انتم هكا وليداتكم، ومني تبغي تقرا معاه ماشي تقول ليه عاجي دغيا نحيدوا علينا داك الشيء اللي عطانا الاستاذ، نحيدوا علينا التماره هذه، لا
ولي هادي اجي ولدي اجي نقراو اجي نشوف شنو عطاكم هاد الاستاذ اجي نقرا انا وياك انت علمني وانا نعلمك بون بهذه الطريقه هذه الله يكون في العون انا عارف بان الامهات هما الاغلبيه اللي كيخدموا مع وليداتهم لان الاب مشغول يعني مع الحياه كيخرج يخدم يطلب الخبز ولكن العيالات هما الله يكون في عوانهم الخدمه ديال الدار لو ستريس كاين المراه المسكينه ما كتخرجش من الدار ديما في الدار يعني ما كتخرج الراجل كيجيب لها كلشي ما حتى السوق ما كتمشيش ليه الله يكون في العوان هذاك لو ستريس بسيشيك وهذاك الروتين كيخلق واحد النوع ديال الارتباك واحد النوع ديال العصبيه اصلا راه معصب الانسان بلا ما يقرا مع ولاده ولكن وليداتكم غير بغيت انا علاش درت هذا الفيديو هذا غير بور اتيري لاتونسيون على واحد الحاجه مي تكون الله يخليكم كتقراو مع ولادكم عمركم ما تضربهم وانتم كتقراو معاهم لان في هذيك اللحظه اللي غتضربوا غتكرهوا في القرايه وما غيحملش القرايه وغتقدر تعلموا الكذوب داكوغ ملي غتقول واش اسره عطاك شي خدمه غيقول لك ما عطانيش وهكا غادي تضيعوا ولادكم وغتوليو في مشاكل من بعد اللي كبار اللي يعني غيقدر يكون مشكل صغير وغادي يولي يكبر مع الوقت ومع المده غادي يكبر وما غاديش تقدروا تسيطروا عليه بون كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمه الله.